في رحلة وطن أنا توقفت عند قصة يعني حلوة لما كان بايدن نائب الرئيس الأمريكي وأجى التقي وطلب من عندك تقد بالولاية الثانية السيد المالكي أنه أن تدعم السيد المالكي وإلا سيحصل انغلاق سياسي لكن مع هذا أنت رديت ما قبلت في لحظتها لأنه قلت يجب أن نفتش عن بديل الأسباب والضرورات في هذا، هذا أعتقد بال 2010 مو؟ تماماً. إي. هسة أنا أتحدث بعد 13 سنة، هو المنهج نفسه؟ الحقيقة نكن محبة كبيرة لأخينا السيد المالكي، وهو شخص محترم ومقدر وصديق. ولم تكن لدينا أي مشكلة مع شخصه، علاق في علاقتنا الشخصية مع سيادته في أي وقت من الأوقات. لكن قناعاته، منهجه، أولوياته هي اللي هي خاضعة عليه التقييم. التقييم والنقاش وما شابه ذلك وايضا المساله لم تكن تخص سيادة وحده كان تخص الظروف الوضع المجتمعي موقف القوى السياسيه المكوناتية الاخرى ظروف البلد الاولويات اللي كان يعتمدها السيد المالكي مجمل تقييمنا ان هذه الخلطه هاي التوليفه غير منتجه وستعرض يعني هذا المسار سيعرض البلد الى انتكاسه هذا كان فهمنا لكن نحن لا نفرض فهمنا على الاخرين قلنا ما دام احنا عندنا هذا الفهم باي مبرر نشارك واحنا شايفين الامور ما رايحه بالاتجاه الصحيح نحترم نفسنا ويعني ننسحب من هذه العمليه ولكن اخرين اقتنعوا وتشكلت اغلبيه ومضوا على بركه الله وانا كنت سعيد ان الحكومه تتشكل وان نخرج من الانسداد السياسي واللي استمر اكثر من ثمانيه اشهر في ذاك الوقت الناس تحتاج الى حكومه تدير امورها وتخدم مصالحها فتشكلت حكومه وكان فيها اغلبيه مريحه ومضت الامور احنا بقينا اوفياء لقراءتنا لاستشرافنا لتحليلنا واليوم لست نادما على ذلك الموقف ولعل اخرين اصبح ممن دخلوا في يومها بعدها بسنتين من القاده المشاركين كان يهمسون في اذني ويقولون اتخذت القرار الصحيح ونحن وقعنا في ورطه حين دخلنا وبعضهم انسحب رسميا في منتصف الطريق كما تعرفون القرارات الجريئة أو القرارات المفصلية التي تتخذها في مرحلة من المراحل قد تكون زعل الآخرين تكلفك؟ لا شك أي قرار يتخذه الإنسان وهو متصدي للشأن العام في الوضع السياسي الاجتماعي راح يرتاح لها البعض يزعل منها البعض الآخر بها تبعات بها انزعاجات بها كلف لكن الإنسان يجب أن يكون وفي لفهمه و تحليله وقراءة الأمور ووفي لمصالح شعبه بحسب ما يقدر لذلك لم أدخر جهدا في تحمل كل الفاتورات وال يعني الضرائب الكبرى اللي تحملتها نتيجة المواقف اللي اتخذتها في مراحل سابقة لأن شعبنا كان يستحقها <applause>